مساء الخير، اهلا بيكم مشاهدينا وحلقة جديدة وكلنا واحد. علشان كلنا واحد لازم نتكلم عن كل محافظات جمهورية مصر العربية. النهاردة احنا بنتكلم عن محافظة الجيزة. في تطورات كتير وفي اجراءات كتير بتتم في محافظة الجيزة. الحقيقة موضوعنا كمان هنتكلم من خلال الحلقة عن الخط الرابع لمترو انفاق القاهرة والجيزة اللي هيمر في محافظة الجيزة في شارع الهرم وفيصل. هنتكلم اكتر عن الموضوع ده مع ضيفنا اللي هينورنا. هنخرج في فاصل صغير ونرجع نبدأ حلقتنا. رجعنا لمشاهدينا علشان نبدأ كلام وضيفنا اللي منورنا في الاستوديو سيادة اللواء علاء الهراس نائب محافظ الجيزة لشؤون الأحياء. بنرحب بحضرتك يا فندم معانا. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. يعني عايزين نبدأ، احنا بنتكلم النهاردة عن محافظة الجيزة جيراننا، عايزين نتكلم عن أهم الإنجازات والتطورات اللي احنا شايفينها في شارع الهرم وشارع فيصل. بص حضرتك، هو أساسا شارع الهرم وشارع فيصل، احنا نبتدي في شارع فيصل لان احنا المفروض ان احنا دلوقتي بنشتغل في الاعمال اللي هنبتدي بيها تنفيذ مترو الانفاق المرحلة الثالثة والرابعة. فالمفروض ان في حتت عندنا شوارع هتتقفل علشان هيتنقل فيها المرافق، وبعد ما تتنقل المرافق هتتنقل في حوالي سنة ونص، وبعد كده هيكمل بقى الحفر علشان تحت الارض بعد ما ننقل المرافق. ده هياخد له كمان بتاع مثلا 3 سنين. هو يعني نقول بعد 4 سنين هتبقى الجيزه بقى فيها مترو انفاق زي القاهره. وطبعا في حتت دلوقتي فيها طبعا زي الجامعه والمهندسين زي الجامعه، والمنطقه اللي هي بين القاهره والجيزه في الفاصل. أيوه. لكن بعد كده بقى هتدخل جوه الجيزه، هتوصل لغايه المتحف الكبير لغايه 6 اكتوبر. فباذن الله احنا بنامل طبعا ان مترو الانفاق ده لما يتنفذ عندنا ان يريح الناس من ناحيه التكاتك المواصلات والميكروباصات الزحام. طبعا.
فانا اعتقد ان اول ما مترو الانفاق يتنفذ هيساعدنا، هيساعد الجيزه وهيريح الناس. لو حتى ريح الناس نسبه مئويه برضو احسن من الوضع دلوقتي. ايوه طبعا، لان انت طول النهار بتجري ورا التكاتك ورا سواقين الميكروباصات اللي بيزودوا الفئه بتاعتهم. فالحمد لله احنا ابتدينا قلنا البديل الرئيسي هيبقى شارع الأنفاق. فيصل، لان هيبقى في حفر في الهرم. اثناء توصيل المرافق هيبقى الحفر في الشوارع اللي احنا هنحفر فيها، منها البطيء بتاع جامعه الدول العربيه وميدان لبنان، فشوارع فيها تكدس شوارع مروري. رئيسيه كمان. فدي احنا المقاول اللي شغال اتفقنا معاه ان كل الحفر هيبقى لمده شهرين، هيحط لنا برنامج زمني واحنا نتابعه، وهيبقى هيحفر شهرين عشان ينقل مرافق، وبعد كده يرجع يقفل تاني والشارع يمشي على طبيعته. طبعا مش البطيء كله بتاع جامعه الدول ده، في حتت معينه. فاحنا يعني بنطمن الناس ان الشوارع مش هتتقفل، ده هي حتت معينه، مسافه معينه، وبعد كده وطبعا هيبقى في تكثيف مروري، وبعد كده الحمد لله هتشتغل تاني. فاحنا قلنا ان فيصل نوسعه، فاحنا وسعنا فيصل علشان يستوعب الحركه اللي هتجيله من شارع الهرم، لان شارع الهرم لما يتحفر فيه هيتقفل فرده منه. فاحنا لسه بنفكر لغايه دلوقتي، المرور لسه بيفكر اذا كان يعمل شارع الهرم اتجاه واحد وشارع فيصل الاتجاه التاني. فدي لسه في التفكير، فهنشوف ايه اللي هيحصل، ايه الاصلح والاسهل على المواطنين. أوه. طيب حضرتك بتتكلم عن نقل المرافق، هياخد تقريبا سنه ونص. سهل ان احنا ننقل المرافق من شارعين رئيسيين زي شارع فيصل والهرم؟ بس خلي بال حضرتك، فيصل ما فيهوش، ما فيش حد يدخل فيه، كل الشغل هيبقى في شارع الهرم. هيبقى الشغل فيه انه هيعمل محطات، المحطات هتبقى فيه، فبالتالي الحفر كله هيبقى تحت شارع الهرم. تمام. انما طبعا ايه، بيبقى فيه مخرج هوايات، بيبقى فيه محطات، فده كله هيبقى فوق. فعشان كده احنا بنقول ان شارع الهرم هو اللي هيبقى فيه مشكله، وكوبري الجيزه المعدني هيبقى فيه مشكله برضو، لان احنا هنشيل النازله بتاعت عباس. فدي طبعا يعني الخريطه في محافظه الجيزه تقريبا هيتغير معالمها لمده معينه، لمده معينه الا ان يظهر مترو الانفاق. بعد كده هترجع كل حاجه زي ما كانت، هتبقى احسن كمان من ما كانت، لان مش هيبقى عندنا تكدس، مش هيبقى فيه تكاتك ولا ميكروباصات ولا زحام في وقت الذروه. الدنيا هتبقى اسهل، والناس بتفضل المترو، حتى اللي معاه عربيه بيحب ان هو يركنها في اقرب مكان ويتنقل بالمترو، اسهل واوفر. صح. طيب انا عايزه حضرتك تكلمني بقى عن التعاون من المواطنين ومن اصحاب المحلات. في ايه؟ عامة ولا في الموضوع دوت؟ في محافظة الجيزة بخصوص التطوير، يعني لما بتبقوا بتطوروا مكان اكيد صحاب المحلات بيتأثروا. طبعا هو المشكلة، ما عايزين نتكلم عن الموضوع ده، هو اصحاب المحلات هي دي مشكلتهم. يعني لما تيجي تدخلي في البطيء بتاع جامعة الدول كله محلات. فبس دولت مش هتأثروا، لان كلها هتبقى شهرين في حتة معينة، فبعد كده خلاص مؤقتة يعني. فهي لازم الناس تستحمل، لانك انت بتعملي حاجة هتبقى احسن من حالك اللي انت فيه دلوقتي، فبالتالي الناس لما بتلاقي كده هتلاقيها يعني متعاونة. لكن طبعا هيبقى في ناس زعلانة، ما هو مش كل حاجة تعمليها هتفرح الناس كلها أو هتضايق الناس كلها. المهم ان النتيجة تفرح الناس كلها. بإذن الله. احنا هنخرج في فاصل ونرجع نكمل كلام.
رجعنا تاني من الفاصل عشان نكمل كلامنا بخصوص محافظة الجيزة وشارعي الهرم وفيصل ومترو الأنفاق كمان. سيادة اللواء، عايزة حضرتك، يعني احنا كنا بنتكلم قبل الفاصل عن تعاون أصحاب المحلات، فأنا عايزة حضرتك تقول لي، يعني احنا قلنا ان النتيجة ان شاء الله هتبقى مرضية، لكن يمكن يكون في بعض الاعتراضات في الفترة وقت بداية الشغل، لكن النتيجة هتبقى مرضية. فيعني طيب، ده أصحاب المحلات بالنسبة للباعة الجائلين اللي بيبقوا موجودين، نتعامل معاهم ازاي؟ بصي يا حضرتك، هو الباعة الجائلين دي مشكلة مزمنة، وبعدين خطأ قانوني، أسبابه كتير بقى، مش وقته إن احنا نقول ليه في باعة جائلين بقوا من بعد الثورة في مصر بالطريقة الغريبة دي. إنما هو أساسا الباعة الجائلين في الجيزة، وأنا أعتقد إنهم في القاهرة وإسكندرية كمان، مش من اهل المحافظه. المنطقه هو بيجي لحضرتك من الفيوم، يعني انت اي بائع جائل النهارده لما تساليه في الجيزه انت منين، يقول لك من الفيوم، من الصعيد، بمختلف بقى المحافظات، من سوهاج، من وخاصه سوهاج، يعني يمكن سوهاج اكتر محافظه بيبقى فيها نازحين بيتولوا هما بقى مهنه البائع الجائلين. احنا البائع الجائلين دولت، يعني طبعا علشان قصة المترو دي، فمش بس فيصل بنشتغل فيه، احنا بنشتغل في العريش وبنشتغل في الطلبية، كل دي المفروض انها شوارع فرعية هتخدم اللي هيتزنق في الهرم، هيدخل من شارع فرعي على فيصل او العكس. فلازم كنا نظبط الشوارع الفرعية دي كلها، وفعلا الشوارع الفرعية دي اتأهلت، وابتدينا نشيل يا باعة جائلين يا اشغالات. ما هو الإشغالات بقى دي عايزين نتكلم فيها برضو، يعني شارع الهرم وفيصل وما حولهم فيها مقاهي وفيها يعني أماكن بيتجمع فيها الرواد، الأماكن دي إزاي ممكن نتحكم فيها؟ أولا إحنا لما وسعنا شارع فيصل، هو لسه ما خلص، لكن خلص منه جزء كبير يمكن لغاية الطلبية، لما جينا نوسع فإحنا خدنا من الرصيف وخدنا من الجزيرة، رصيف يمين وشمال، والجزيره خلصناها بقت على قد النخل اللي فيها بس. لان ما كانش معقول ان احنا نشيل نخل بالحجم ده، ولازم يبقى في جزيره بتبقى امان كمان للمواطنين. فاحنا هو من صالح المواطن دلوقتي ان احنا وسعنا الشارع، خدنا من الرصيف. لان الرصيف ما كانش المواطن مستفيد منه، المستفيد منه زي ما حضرتك بتقولي باع الجائلين واصحاب المقاهي، يا اما اصحاب المقاهي انه بيفرد. النهارده لما تيجي تشوفي الـ الـ المسافه بقت قد ايه قدام القهوه، مش حاجه، يا دوب تعدي اللي ماشي على رجليه، مش هتحط كراسي وترابيزات. وبعدين احنا بننزل حملات، يعني بننزل حملات بنشيل الكلام ده. صحيح احنا دايما نقول ان الموضوع ده عباره عن لعبه القط والفار، احنا ننزل نزيل وهم يحطوا، احنا كل يوم كده. طب حضرتك بقى، بما ان حضرتك بتتكلم عن الحملات وانتوا بتنزلوا وتزيلوا وهم يرجعوا تاني، اكيد في عقوبات، في المفروض عقوبات. الحاجات اللي معاهم دي بناخدها وبتتحط في المخزن بتاع الحي، ولما بياخدها تاني بنقعدها طبعا مدة عندنا، بيستردها بفلوس غرامات. لكن لما يبقى في اكل بقى ما بنديلهمش الحاجات دي، خلاص بنوزعها على الملاجئ كمان. لا، في نفس اليوم بنوزعها على الملاجئ بقى، المدارس، الناس اللي محتاجه دي. ولما بتروح للحتت ديت احنا بنقدمها لهم، وبناخد منهم ورقه ان لا بناخد منهم ورقه ان احنا اديناهم الحاجات دي، عشان ما يتقالش ان احنا خدناها بعناها ولا حد كلها ولا. فبرضو ايه، لازم الشفافيه. طب ما هو بما ان الشفافيه بقى، يعني هل بيتم الكشف على المنتجات اللي بتبقى الغذائيه دي قبل ما تتوزع على الملاجئ او الاطفال، ولا بتاخدوها كده؟ اصل ممكن واحد يكون واقف بعربيه بتعمل سندوتشات وتبقى مش يعني مش نظيفه 100%. لا، احنا ما بناخدش سندوتشات، احنا بناخد الحاجات المقفوله، يعني نزيل السندوتشات. بناخد المعلبات او مقفوله ومكتوب عليها تاريخ الصنع. أيوة، وتاريخ طب وما بتاخدوش السندوتشات ليه؟ يعني ما العربيات بتبقى موجوده بتعمل سندوتشات في الشارع وبتبقى مخلفه. لا، بناخد العربيات. نسيب له السندوتشات كلها. طب تمام. طيب بالنسبه للتغريم، هل العقوبه او التغريم لما بيبقى اول مره غير لما يكون دائم ان هو يخالف؟
والله هو لو خالف تاني ما بندلوش الحاجة، بنصادرها، واخد بال حضرتك؟ والحاجات اللي بتصدر دي، بتتصدر دي كلها بنعمل بيها مزاد. ما هي بتبقى مش اكل طبعا، بتبقى ايوه طبعا. كلها استندات، ترابيزات، كراسي، فدي بنعمل لها مزاد وبنبيعها في المزاد، والمزاد ده بيرجع لصندوق المحافظة. والفلوس اللي في صندوق المحافظة، عشان الناس بتقول لك ان الفلوس الصناديق دي بتتوزع عليه، لا الكلام ده مش مظبوط. الفلوس بتاعت المحافظة دي بتاعت الصناديق بتتوزع في المشاريع بتاعت المحافظة. يعني انا بيبقى جاي لي فلوس للموازنة بتاعت المحافظة، ما بتقضيش، باخد منين؟ بكمل منين؟ بكمل من صناديق من المحافظة، برصف، المخالفات، من بجيب كشافات، بعمل حتة ما فيهاش مية، مواسير، اي حاجة لصالح المواطن بناخد من الصناديق نعمل بيها الكلام ده. طيب بما اننا بقى بنتكلم عن صالح المواطن، فيعني هل محافظة الجيزة بتعاني من المخالفات في البناء؟ اه طبعا، طب وكيفية التعامل مع هذه المخالفات؟ هي دي مشكلة، لان النهاردة طبعا بعد الثورة بقت المخالفات بقت رهيبة. اللي بيحصل دلوقتي ان بتيجي مقاولين من الصعيد ويدخل مثلا كل واحد فيهم بسهم بسهمين، وتبص تلاقي يروحوا بانيين عمارة من غير رخصة، وتبص تلاقي العمارة فيها يجي 10 ملاك، مش عارفة مين فيهم المالك، لان طب ما هي وما بقت هو احنا بأسهم. لو ما دخلناش مرافق للعمارات المخالفة؟ ما هو ما بيدخلش كل المرافق اللي داخلة دي خلصة. عشان كده حضرتك الجيزة بتتميز بإيه؟ بالطفح المجاري في الشوارع. لان طبعا الصرف الصحي مش مش مناسب مظبوط. لعدد اه العمارات طبعا المبنية. طبعا. وهو بيعمل ايه؟ بيجيب ماسوره وبيروح موصل على العمومي. طبعا الماسوره ده هي بتبقى خطرها كام؟ ما تنفعش. فبالتالي الميه بتطفح في الشوارع، واساسا الشوارع شبكه الصرف الصحي مش مؤهله للعمارات ال14ات المخالفه ديت. فدي كلها المفروض ان بتعمل لها المحاضر القانونيه، والمفروض انها بيطلع لها قرارات ازاله، لان القانون بيقول ما دام بنى بدون رخصه لازم ازاله، ما فيهاش تصالح. طب وهل بيتم التنفيذ؟ بيتم التنفيذ. يمكن الناس شايفه ان احنا ابطاء، بس لان انت لازم بتعملي عشان تنزلي تزيلي لازم يكون معاكي شرطه تحميكي، طبعا. والا لان عندنا ناس بتضرب عليكي نار، في عندنا رئيس حي واخد 7 غرز. فالعمليه مش سهله زي ما الناس فاكره، ان احنا يلا نهد نهد، لا. وبعدين انا بهد بمقاول، مش احنا اللي بنهد، احنا بنجيب مقاول هدد هو اللي بيهد وبنديله فلوس. الفلوس دي بعد كده بقى بتتحصل من المخالف، من المخالف. بس طبعا عبال بقى ما تروح المحكمه ويتحاكم فبتاخد وقت طويل. فده اللي بيخلي المخالف فاكر نفسه ان هو في أمان، ما في امان، لكن بيتعمل والمواطن له اللي بيشتري الشقة ويبقى خلاص المقاول ملوش علاقة بالموضوع، وفي مواطن هو اللي سكن وقد يكون كمان استخدم الشقة وقعد فيها. ما هو المواطن بقى هو اللي غلطان، لان المفروض انت لما تيجي تشتري ارض مش بتسالي الارض دي بتاعت مين، ولا اي واحد بيجي يقول لك الارض بتاعتي تروح دافع له الفلوس ويكتب لك ورقه وخلصنا. ده ما ينفعش، لازم يطلع الحي يسال وضع العماره دي ايه. وفي ناس بتاخد بتبقى عارفه وضع العماره دي مخالف، بس يقول لك وبتشتري اصله برضه. مديها لنا بسعر ارخص. هو بيديها بسعر ارخص ليه؟ لانها مخالفه. ما هو وبعدين عشان بيبقى فيه موضوع التصالح ده، فهو بيقول مفيش انا ادفع تصالح. قليل مين اللي قال؟ واتصالح وخلاص. مين اللي قال ان في تصالح؟ ما بقاش فيه هو فين تصالح، هو التصالح؟ كان فيه مفيش، تصالح. مفيش ما تصالح فيش. خالص. في قانون، القانون صريح وواضح، اللي بيبني ازاله مفيش فيها تصالح. التصالح ده في حاجات صغيره، لما يكون مثلا طالع بروز بالعماره شويه مش عارف 2 سنتي كلام يعني، انما اللي باني 14 دور ده، ده ما فيهوش واللي باني تصالح. خارج خط التنظيم، واللي واخد المنور، الكلام ده مفيش تصالح. انما الناس مطلعه اشاعه، او اصحاب العمارات مطلعين اشاعه ان في تصالح، فتبص تلاقي ايه الناس بتبني بسرعه. لا، محدش قال ان في تصالح، انتوا طلعتوا اشاعه وصدقتوه. طب ايه الجديد في محافظة الجيزة من تطورات غير شارعي الهرم وفيصل؟ لا الجديد كتير. انت طيب عندك في اديني. شوارع كتير مثلا في مجال الرصف بتترصف او اترصفت وخلصت، عندك في مشاريع صرف صحي، الناس كانت بتشتكي من الطفحات في الشارع. النهارده احنا بنخلص دلوقتي كعبيش اللي هي في الطوابق،
في الهرم ديت المفروض ان احنا هنفتتحها بكره، وهنروح نرصف الشارع كله، هنبتدي رصف الشارع كله. في الصفا والمروه مدرستين بيتعملوا بعد ما خدنا الارض وبعد ما نظفناها من الردش اللي كان فيها متكلفه 300,000 جنيه عشان تشيل الردش دوت منها. في كباري معموله فوق المزلقانات، كوبري ارض اللواء. المشاكل بتاعت ارض اللواء دايما مش كان القطر بيخبط عربيه اطفال الكلام ده خلاص. انت النهارده عملتي فوق المزلقان عملتي كوبري للعربيات ياخدك من ارض اللواء وينزلك في السودان، وواحد ياخدك من السودان بتاع ناهيه ينزلك في ارض اللواء. طب تمام، يعني احنا زي ما في مشكلات الحمد لله في تطوير ملحوظ. طبعا. يعني سريعا انا عايزه اتكلم في موضوع الضغط العالي، يعني الناس بتبني بقرب محطات الضغط، فيعني ايه ده غلط. اولا هم غلط. بيبنوا ليه؟ طبعا اساسا صحيا غلط. ما هو احنا عارفين انه غلط، بس هم ازاي بيبنوا؟ يعني مين المسؤول، الحي ولا المحافظة ولا مين؟ ما هي مسؤولية مشتركة. ما اولا اللي راح يبني تحت الضغط العالي، طب انت بترمي صحيح انت بتبني هناك ليه؟ عشان ارض دولة مش هيدفع فيها ولا مليم، لكن انت مش مقدر الخطورة اللي انت هتعاني منها. يعني ايه ارض دولة مش هيدفع فيها ولا مليم؟ ما ارض الدولة دي ملك للدولة، ممنوع البناء عليها. المفروض ده لازم يدفع، وبدل ما يدفع مخالفة واحدة يدفع مخالفة مضاعفة. وده اللي بيحصل، انك بتنزلي تعملي له ازالة وبتعملي له مخالفات، لكن هو بيستسهل يقول لك هو حد دريان، طب ده ما هو ندفع لفلان قرشين ويسيبنا نبني. ما هو ده اللي بيحصل. يعني ما هو صوابعك مش زي بعضها. هنقول فساد، في فساد، بس مش فساد في المحليات بس زي ما الناس بتقول، الفساد في حتت كتير. لان احنا بنقول ايه، اللي متربي في بيتهم كويس لا يمكن يبقى فاسد. يعني ما هو احنا حضرتك زي ما بتقول ان هما مخالفين والقانون موجود، بس احنا لازم نفعل القانون بحزم، ما يبقاش فيه اي استثناءات، ما يبقاش فيه اي مخالفات يتم التجاوز عنها، صح؟ مفيش استثناءات، لا استثناءات ولا مصالحات. انت حضرتك لما تروح الجيزة وتسألي العمارة مين ديت اللي تهدد، هيقولك دي بتاعت فلان. يعني معروف. بتاعت فلان، يعني فلان ده ما كانش حد يتخيل انك ممكن تهديله الاول مثلا، وفلان ده كلم الدنيا كلها عشان ما نهدش. ورغم كده طبقنا القانون. عدينا القانون على الجميع. دولة فيها عدل لازم يطبق القانون على الناس كلها. امال احنا بنقول عدل ليه؟ عشان يطبق على الناس كلها. واحنا بنطبق. بس انت مشكلتك دلوقتي ان الشرطة هي اللي بتنزل معاكي. الشرطة دلوقتي مشغولة في حاجات تانية غير مهامها الأساسية. طبعا. لأن فلازم نعذرهم. بالظبط، لأن الأعباء كثيرة والحروب كمان في كل الاتجاهات، بس احنا قادرين ان احنا نتصدى ليها ان شاء الله. طبعا بإذن الله. بالقانون. في نهاية حلقتنا احنا بنشكر سيادة اللواء علاء الهراس نائب محافظ الجيزة لشؤون الأحياء، بنشكر حضرتك على وجودك معنا وعلى المجهودات الملحوظة، وان شاء الله في حلقات قادمة يكون في مجهودات ملحوظة اكتر ونشوف المترو ان شاء الله. بإذن الله. وكمان في نهاية حلقتنا احنا بنشكر مشاهدينا على متابعتنا النهاردة. النهاردة كنا بنتناول المشاكل والانجازات اللي موجودة في محافظة الجيزة، وعشان كلنا واحد في كل حلقة ان شاء الله هنتطرق لمحافظة من المحافظات ايجابياتها وسلبياتها. واستنونا الاسبوع الجاي، ودايما تحيا مصر.